نروح لخبر تاني، وطبعا رجالتنا بقى وقواتنا المسلحة اللي مرة تانية بنتوجه لها بالشكر في يوم زي اللي احنا بنتكلم فيه واحنا داخلين على 30 يونيو. بالتأكيد فاكرين 30 يونيو كنا بننزل نقول لهم انزلوا اقفوا معانا اسندونا، وبالتأكيد يعني جيشنا أولا وأخيرا مهامه الأساسية هو حماية الأمن القومي، وقف معانا وفي والناس أو المسؤولين بقى ساعتها سواء ما كان بقى يعني كان طبعا قبل الرئيس السيسي كان ساعتها طبعا وزير الدفاع، وكل بقى انا بتكلم عن الجيش المصري كله، كلهم شالوا زي ما بيقولوا كده رقبتهم على ايدهم، كلهم قدموا ارواحهم وكان مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، لكن وقفوا جنبنا وسندونا. ولغايه دلوقتي لغايه دلوقتي بنأكد مره تانية احنا في حرب ضد الارهاب، الارهاب والارهابيين اللي جنا في هذا العام اللي كان مصر مختطفه فيه من جميع انحاء العالم. نشر الموقع الرسمي لوزاره الدفاع فيديو لجهود القوات الجوية في رصد وتتبع وتدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود، وأقلعت تشكيلات من القوات الجوية بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثيتها والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة. نشاهد. استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية والتصدي بكل قوة للحملات العدائية الممنهجة التي تسعى إلى استهداف مسيرة الدولة المصرية والتأثير على الأمن القومي المصري، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة. وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 12 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، كما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. يأتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامها بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. عاش حقيقة، ده اللي أقدر أقوله. نصرنا، شايفين نصرنا ويعني الانقضاض على يعني على الجرذان اللي احنا شفناهم في الصحراء، ربنا يحفظكم يا رب. وربنا يمكن ده كل يوم، وبقى خلاص احنا اتعودنا كل يوم وفي اخبارنا بنلاقي خبر زي ده، ان سواء بقى كان القوات الجويه او اي من القوات المسلحه بيضربوا هنا بيضربوا هنا، كم من الذخيره كم من المتفجرات، كل ده بياكد ان احنا في مرحله حرب، ان في دول بتحاربنا. مره تانية بنقول دول راعيه للارهاب، دول مموله، دول حاضنه واحنا واقفين ضدها، وهذه الدويله بشكل خاص اللي بتصرف مليارات علشان مصر مش هقول تخرب لكن تزعزع بس الأمن، ده مش هيحصل، مصر هتفضل إن شاء الله آمنة برجالها وقواتنا المسلحة. خلينا نخرج